ضاغطا مؤثرا نعم يبث في مصير الصفقة. طيب استاذ علي اعود اليك والى المخاوف الاسرائيلية، ابقى في سياق ردة فعل الاسرائيلية، هل تعتقد يتخوفون؟ يعني اذا كانوا يريدون ان يماطلوا ويناوروا ويراوغوا بالطريقة التي يعتمدها نتنياهو، هل يتخوفون من التداعيات المترتبة على نجاح الصفقة لجهة، لنقل الامور كما هي، زيادة شعبية حماس والرهان على دور المقاومة؟ هل تعتقد هذه المخاوف موجودة لديهم؟ لا يريدون أن يعطوا هذه الصفقة لحماس. هذه بالتأكيد مخاوف مقلقة للإسرائيليين، أنهم إذا رضخوا للشروط الرئيسية المطروحة في هذه العملية التبادلية ستعطي مناخا أوسع للمقاومة بكل مكوناتها وللشعب الفلسطيني وليس لتنظيم واحد، بل يمكن أن تشد من أزر السلطة الفلسطينية إذا أحسنت استخدام وتوظيف هذه المسألة بما يعني مزيد من الضغوط من أجل وقف الاستيطان والتهويل وعدم الدخول في المفاوضات المباشرة، والذي يشد في أزر هذه العملية أكثر وينجحها أن تترفع حركتي فتح وحماس عن التخندق وراء المصالح الفئوية وليسمحوا من أنات المعتقلين في السجون أو 1,000 أو 11,000 ومن أنات الشعب الفلسطيني ومن وثيقة الوفاق الوطني التي طرحوها المعتقلون الفلسطينيون التي تقول باستمرار النضال في المقاومة وجبهة مقاومة موحدة من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان عن كامل الأراضي المحتلة بعدوان 67 والقدس عاصمة وعودة اللاجئين، وبالتالي هذا يقوي الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها ويقوي حركتنا الدبلوماسية وأيضا يدفع، وأنا أنصح هنا أن يتحرك في غزة أو في الضفة الفلسطينية أن يجري تحريك والتضامن مع أهالي المعتقلين بما يولد أيضا ضغطا أوسع في هذا السياق. ذكرت هذه النقطة. أعود إلى غزة للدكتور المزيني. دكتور أسامة، الآن أقلب السؤال، يعني بدل المخاوف الإسرائيلية تحدث قليلا عن ربما، يعني حتى لا نتعمق كثيرا في هذه النقطة، عن مخاوف السلطة. هل هناك ما يساورها من مخاوف ما إذا نجحت هذه الصفقة إنما تكون على حسابها وفي المقابل تقوي من شعبية حماس ومن شعبية دور المقاومة، حتى لا نحصر الموضوع بحماس فقط؟ تفضل. هو لا شك أن هناك يعني بعض المخاوف للسلطة وللعدو الإسرائيلي، لكن أقول أن مخاوف السلطة حقيقة هي مخاوف وهمية، وهل قوة حماس إلا قوة للشعب الفلسطيني؟ وهل قوة المقاومة إلا من أجل المصالح الوطنية والثوابت الفلسطينية؟ يعني ولذلك أنا أعتبر أن يعني الإفراج عن الأسرى وهذه الفرحة العظيمة التي ستمتلئ بقلوب شعبنا وهذه الدفعة المعنوية التي سيأخذها المناضلون عندما يعرفوا أن الفصائل سوف تظل واقفة معهم ومن أجلهم حتى يتم الإفراج عنهم، هذا لا شك أنه سوف يكون له انعكاس إيجابي. ولذلك نحن نطمئن الجميع بأن الإتمام الصفقة لن يجعل حماس تتشدد لا في موضوع المصالحة، ولن يجعل حماس تتشدد في أي أمر يعني غير وطني، ولكننا نقول أن إنجاز المصالحة سوف يجعل ويعجل من الكثير من الأمور، من التئام الشمل بين غزة والضفة ومن العودة إلى حكومة وحدة وطنية. وأنا أطمئن أخي علي فيصل بأن حماس من الصباح مستعدة أن تعقد هذه المصالحة، ولكن المصالحة على ما تم الاتفاق عليه دون أي تلاعب بالبنود التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها في محاضر هي موجودة بين فتح وحماس، والأساس وثيقة الأسرى وإعلان القاهرة. أعود إلى دكتور كبهة. دكتور كبهة، الصحافة الإسرائيلية عندما تحدثت عن الوسيط الألماني قالت إنه أمهل الإسرائيليين وحماس 3 أسابيع لإتمام الصفقة، هل هذه المعلومات متداولة وبالتالي كأننا أمام يعني صفقة حقيقية؟ يتم تداول هذه المعلومات في الصحافة الإسرائيلية وتنسب إلى صحف أجنبية كالصحيفة الألمانية التي ذكرت سابقا. نعم. ولكن كما قلت أن مصممي الرأي العام يصنعون جوا يمكن أن يفهم منه بأننا عشية إبرام صفقة على مراحل كما تحاول الصحف أن تبني ذلك. نعم. علما بأن معظم الصحفيين يهتمون أكثر في تطور تفاعلات الضغط الشعبي. جي.
على وصلت الفكره دكتور كبهاء، وصلت الفكره. شكرا لانضمامك الينا الخبير بالشؤون الاسرائيليه والاستاذ في العلوم السياسيه استاذ علي. هل هي على نار حاميه؟ نتحدث عن صفقه تبادل اسرى ام ستبقى بارده؟ ستبقى بارده، لكن نتنياهو يناور حتى يمتص نقمه الاهالي، ويقول انه باشتراطاته يضغط باتجاه معاكس، وليقول ان حماس هي التي افشلت. نعم. وان المقاومه هي التي افشلت الصفقه، وبالتالي شكرا كل هذه. شكرا لك علي فيصل، عضو المكتب السياسي في الجبهه الديمقراطيه، اشكر حضورك معنا هذه الحلقه، كما نشكر انضمام دكتور اسامه المزيني مسؤول ملف شاليط من غزه، وشكرا لكم مشاهدينا، والسلام عليكم.